بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم الأولين والآخرين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الكرام وكل من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المعتدل المستنير، تنعقد الجلسة الثانية من الأسبوع الدعوي بمسجد الفتح بميدان رمسيس بمديرية أوقاف القاهرة، ولقاء اليوم تحت عنوان دور المرأة في حماية النشء وتكوينهم اجتماعياً وفكرياً. ويشرفنا بالحضور في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بجامعة الأزهر، وكذلك يشرفنا سعادة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصبور، دكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف. ونبدأ أولى كلماتنا مع سعادة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله نصح فأخلص ووعظ فأبلغ وقال فأحكم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحييكم أولاً بتحية الإسلام، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها السادة الكرام، نود في هذه الندوة الطيبة المباركة أن نعرج على دور المرأة في تحصيل الأولاد والأبناء من الفكر الهداف ومن الفكر المتطرف، بحيث يكونون عونا وخيرا للبلاد وللعباد. وحتى يتحقق هذا التحصيل ويتم هذا المراد، لا بد وأن تكون المرأة على دراية بالقيم ودراية بالمبادئ، لا بد وأن تكون على دراية بالقيم ودراية بالمبادئ وبالأخلاق، بحيث يتم غرس هذا في نفوس الأطفال والنشأ. وكنت أقرأ في سبب نزول الآية الأولى من سورة المجادلة، صدر سورة المجادلة، كنت أقرأ في كتب التفسير وكتب السنة عن سبب نزول هذه الآية، فرأيت عبرا ورأيت عظات يجب أن ننتبه لها ويجب أن نعيها، بحيث
نضع الدواء الصحيح وندرك مكمن الخطر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلى آخر هذه الآيات التي افتتحت بها هذه السورة المباركة. وهذه الآيات لها سبب نزول أجمله لحضراتكم ثم أبين لكم ما أود أن ألفت الأنظار إليه وأن أوجه إليه. هذه الآيات الكريمات نزلت في شأن خولة وزوجها أوس بن الصامت، حيث وجد بينهما خلاف ووجد بينهما ما يشبه الاختلاف في بعض الأمور، مما ترتب عليه غضب أوس فتلفظ بكلمة الظهار، وكان هذا هو الظهار الأول في الإسلام، إبان التشريع. وكان الظهار في الجاهلية يعد طلاقا، ولم يأتي الإسلام بجديد حتى هذه اللحظة التي وجد فيها الخلاف بين أوس وزوجه خولة. وبعد أن هدأت الأمور بينهما يبدو أن الزوج وهو أوس أراد زوجته فتمنعت منه وأبت ورفضت، فلما رأى منها هذا كأنه تحرج فقال لها: ما أظنك إلا وقد حرمت علي. فقالت له: انتظر حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسأله في أمري وأمرك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، وجعلت تذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال زوجها، وتذكر له صلى الله عليه وسلم إبان حديثها معه أنها كانت ذات جمال وذات مال وذات أهل، فذهب الجمال وذهب المال وتفرق الأهل، وكأنها بهذا ترقق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستعطفه نحوها ونحو زوجها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وفي مرة أخرى يقول لها: لم ينزل علي بهذا الشأن شيء. فتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن ما تقول: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه أي لزوجها ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاءوا. ثم ترفع يديها إلى السماء وتشكو إلى الله وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأمرها فرجا، حتى نزلت الآيات الكريمات في صدر هذه السورة المباركة. فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله المجادلة، لقد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية من الحجرة لا أسمع ما تقول، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. فنزل قوله سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا السبب الذي ذكره المفسرون لنزول هذه الآيات الكريمات فيه من العظات وفيه من العبر ما فيه، يدلنا ما يجب أن تكون عليه الأم وما يجب أن تكون عليه المربية للأبناء
في مجتمعنا أو في المجتمعات المسلمة. فأنت تلحظ أول ما تلحظ عظم المرأة في الإسلام ومكانة المرأة في الإسلام، وأن الإسلام كرمها وأعلى قدرها، حتى إنها وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحاوره، وهو صاحب العظمة وصاحب الكمال البشري، وقفت بين يديه صلى الله عليه وسلم تحاوره وتجادله وترد الحجة بالحجة، وتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما ذكر طلاقا، والله ما ذكر طلاقا يا رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبها وهي تدعو الله سبحانه وتعالى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لأمرها فرجا ومخرجا. وكانت في غاية من الأدب، حتى إن أم المؤمنين عائشة كما ذكرت لكم كانت في ناحية الحجرة ولا تسمع صوتها، كانت غاية في الأدب وغاية في الاحترام، تحاور رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويدع لها الفرصة للحديث وللكلام ولكي تظهر ما عندها. ثم إنك تلحظ مع هذا أنك أمام امرأة تقية نقية، عرفت ربها وخافت خالقها جلت قدرته، فإن زوجها طلبها لكنها تمنعت ورفضت حتى تعلم حكم الله تبارك وتعالى، حتى تعلم حكم ربها فيما جرى بينها وبين زوجها. وتلحظ كذلك مع تقواها ومع ورعها، تلحظ كذلك أمانتها وحرصها على بيتها، تلحظ كذلك وفاءها لزوجها، وفاءها لأسرتها، وفاءها نحو هذا الرجل الذي عاشت معه ما عاشت. فتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تذكر بعض الروايات: إنه أحب الناس إلي، وإنه أبو ولدي، وإن لي منه أولادا، وإن لي منه أبناء. وتذكر هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم للإبقاء على الأسرة وللإبقاء على البيت، ووفاء منها نحو زوجها ونحو بيتها. ثم إنك تلحظ منها كلاما غاية في الحكمة، كلمات محدودة، ولكنها مع كونها محدودة لكنها تعطي بها العظات وتعطي بها العبر. إنها اختصرت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموقف اختصرت حال الأسرة، وأن الأسرة عندما تكون مبتورة، أي فقدت العائلة مثلا أو فقدت الأمة المربية مثلا، فإن أمرها لا يكون على خير. إنها بيّنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأسرة عندما يتوافر فيها ركناها وهما الزوج والزوجة، فإن الأسرة حينئذ تكون على أحسن أحوالها، فإن الأسرة حينئذ يرجى لأبنائها ولذريتها الخير. ولخصت رسول الله صلى الله عليه وسلم دور الأبي وهو الركن الأول، ودور الأم وهي الركن الثاني، فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم باختصار: إن ضممتهم إليه، أي إلى الزوج، ضاعوا حيث فقدوا المربي الأول، فقدوا الأم وهي الموجه الأول والمربي الأول. إن بقاء الأم مع أبنائها يطول ويكثر خلافا للأبي الذي يسعى ويكدح طلبا للرزق، أما هي فملازمة لأبنائها،
أما هي فمراقبة لأبنائها، توجه وتربي وتعلم وتؤسس. فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفراق بيني وبين زوجي فحينئذ إن ضممتهم إليه ضاعوا، حيث فقدوا المربي الأول ألا وهي الأم. وإن ضممتهم إلي، أي إن تم ضمهم إلى الزوجة وهي الأم، فحينئذ جاءوا فيفقدون العائلة ويفقدون من يكفلهم ومن يقوم على رعايتهم ماديا إلى آخره. فهذه المرأة تلحظ كل هذه الحكم وكل هذه العبر في كلماتها التي قالتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر يجب أن نخرج منه بالفائدة الكبرى، ألا وهي فائدة القدوة بالنسبة للأبناء. فائدة القدوة بالنسبة للأبناء، هناك وسائل عديدة للتربية ولتحصين الأبناء، لكن من أحسن هذه الوسائل ومن أنجعها وأنفعها كما ثبت هذا بالشرع وثبت هذا عن طريق الاستقراء وتتبع أحوال الناس، أن أحسن أساليب التربية والتحصين بالنسبة للأبناء إنما هو أسلوب القدوة الصالحة. أسلوب القدوة الصالحة. تعالوا بنا نذهب إلى صفوة الخلق، وهم أنبياء الله ورسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. كيف اختارهم الله سبحانه وتعالى؟ وما الذي ندرسه بخصوص صفاتهم في علم التوحيد أو علم العقيدة؟ خلاصة ما ندرسه بخصوص الأنبياء أن الأنبياء متصفون بكل كمال بشري، متصفون بكل كمال بشري، وأن الله سبحانه وتعالى وهبهم كل كمال بشري من صدق وأمانة إلى غير ذلك من أمهات الفضائل وأمهات الأخلاق. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم القدوة وجعلهم الأسوة. وبطبيعة الحال عندما يرى الناس القدوة والأسوة في أحسن الأحوال، في صدقه، في وفائه، في كرمه، في نبله، في شجاعته، في أمانته، فإن الناس من حولهم يكونون أحسن استفادة ويكونون أحسن انتفاعا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم اختاره الحق تبارك وتعالى ليكون الأسوة وليكون القدوة، ومن ثم فإن ربنا تبارك وتعالى أدبه فأحسن تأديبه. فنشأ صلى الله عليه وسلم قبل أن ينبأ وقبل أن يرسل محاطا بعناية الله تبارك وتعالى، محاطا برعاية الله تبارك وتعالى. هذا قبل أن ينبأ وقبل أن ينزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي ازدادت عصمته وازدادت مكانته صلى الله عليه وسلم. كل هذا ليكون الأثر البليغ لكلامه ولتوجيهه، ليكون الأثر البليغ لما يلقنه للناس. ومن ثم فإن ربنا تبارك وتعالى وجهنا نحو هذا فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكذلك أيها السادة الكرام، عندما تكون الأم وهي المربية الأولى بالنسبة للأبناء، عندما تكون على القيم وعلى المبادئ وعلى الصدق وعلى الأمانة، فبطبيعة الحال سيعود هذا على الأبناء نفعا كبيرا وخيرا كثيرا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسي هذا المبدأ وأراد أن يجعله
يجعله قائما بين أبناء المجتمع المسلم. فكم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء إلى الخير ليغرس هذا في الأبناء، ليغرس هذا صلى الله عليه وسلم في الأبناء. فعندما لاحظ أن امرأة تدعو طفلها وتقول له تعالى أعطك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن تعطي طفلك؟ أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبين الأمر، فقالت له نعم أريد أن أعطيه تمرا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطه لكان كذبا منك، لكان كذبا وخداعا منك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن نعلم الأبناء الصدق من خلالنا، يريد أن تعلم الأم الأبناء الصدق من خلالها، حيث إنهم إذا رأوا فيها الصدق حينئذ سيكونون صادقين، إذا رأوا فيها النقاء حينئذ سيكونون أنقياء. كذلك مثلا عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير والد النعمان ليجعل شيئا من أمواله للبشير دون سائر أبنائه الآخرين، أراد أن يجعل لابنه البشير بستانا دون أن يعطي الآخرين. وزوج البشير وهي رواحة رفضت هذا وقالت له حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى البشير والد النعمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد على هذه العطية، وهي لها روايات متعددة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية أخرى اتقوا الله فإني لا أشهد على جور، أي لا أشهد على ظلم. فرجع البشير فاسترد عطيته. كل هذا ليعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الآباء رعاية العدل بين الأبناء، حتى ينشأ الأبناء وقد عرفوا العدل تطبيقا، وعرفوا العدل فعلا موجودا وواقعا بينهم. كذلك عندما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وهما حفيداه، فرأى هذا الأقرع ابن حابس فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي 10 من الأبناء لم أقبل واحدا منهم. فقال صلى الله عليه وسلم له من لا يرحم لا يرحم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآباء أن يكونوا رحماء حتى يتعلم الأبناء منهم هذا الخلق، وقس على ذلك كل القيم وكل المبادئ. فالأبناء عندما يروا في أمهم، عندما يروا فيها الصدق، عندما يروا فيها الوفاء، عندما يروا فيها الأمانة والعفة والطهارة، فإن هذا بطبيعة الحال سيكون له مردوده على الأبناء، سيكون له مردوده على الأبناء كما هو معروف وكما هو مقرر. وأعتذر طبعا إذا كنت قد تقدمت في كلمتي وفي حديثي إلى حضراتكم، مع وجود طبعا معالي وسيادة العميد الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة سابقا، وهذا بسبب طبعا الظروف وبسبب ما طرأ. ولكنني في نهاية هذه الكلمات أتوجه إلى وزارة الأوقاف بخالص الشكر والتقدير، وإلى وزيرها المبجل على رعاية مثل هذه الندوات التي تنشد الخير لأبناء مجتمعنا، سائلا الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليه. الله يحفظك. نتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد على ما أفاء الله عليه به
من كلامه عن دور المرأة في تحصيل النشء فكريا واجتماعيا، ويأتي الآن الدور على سعادة الأستاذ الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة سابقا، فنسأل الله عز وجل أن يسدده وأن يوفقه وأن يجري الله عز وجل الخير على لسانه وقلبه، فليتفضل مشكورا ومن الله مأجورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمداً يوافي النعم ويكافئ المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمداً عبده ونبيه ورسوله. اللهم ربنا صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعم وتكرَّم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وارحم اللهم من جاء بعدهم، واشملنا اللهم معهم برحمتك، آمين آمين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعاً ورحمته وبركاته. تتجدد هذه الأمسيات في بيوت الله عز وجل برعاية كريمة من وزارة الأوقاف ووزيرها الهمام معالي الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، نسأل الله له توفيقاً وسداداً، اللهم آمين. ثم بإشراف متتابع من السادة أئمة ومديري وزارة الأوقاف، مديرية أوقاف القاهرة، الذين لا يألون جهداً في المتابعة لهذه البرامج ولهذه الأمسيات، والذين لا يقصرون في حضورها، فهم حريصون على أن يكونوا أول الحاضرين، فجزاهم الله خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة الكرام في حضوركم وجلوسكم واستماعكم في هذه الأمسيات المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يوفقنا إلى العمل به، اللهم آمين. أيها الأحبة الأكارم، الموضوع اليوم عن المرأة وعن دورها في التربية والتنشئة. المرأة هي عماد المجتمع، فهي نصفه، وهي التي تلد النصف الآخر. المرأة هي الأم، وهي الأخت، وهي الزوجة، وهي البنت، وهي العمة، وهي الخالة. إنك لا تتصور مجتمعاً يملأه الحب والأنس والرأفة والرحمة دون أن تجد فيه أثراً لهذه المرأة، وكلنا يعرف هذا الدور. من منا لا يستطيع أن يعيش بغيرها أماً ترعى وزوجة تؤنس وبنات تفرح وعمات وخالات وقريبات؟ يجد الإنسان في الرحمة البادية من قلوبهن ما يخفف عليه لأواء الحياة. تجلس إلى العمة وإلى الخالة فتهمس في أذنك وفي مسامعك بكلمات الثناء والإطراء والمديح والدعاء، فتسعد أيما سعادة. إنها المرأة العماد والعمود الفقري لهذا المجتمع، وإذا رأيت مجتمعاً صالحاً سوياً فاعلم أن وراءه امرأة صالحة سوية. ولله در من قال:
شاعر النيل: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. هذه المرأة هي التي جعل لها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة أرباع البر. لما جاءه السائل يسأله: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. معنى ذلك أن البر أربعة أرباع، ثلاثة أرباع منها للأم وربع منها للأب. الأم التي وعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكلنا نحفظ من الكلام المأثور أن الجنة إنما تكون تحت قدميها. وأيضا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يبين لنا قيمة البيت وقيمة الأسرة إذا كان وراءها امرأة صالحة. نعم، فالنبي الكريم أمرنا جميعا أن نتخير عندما نبدأ في بناء البيت وفي بناء الأسرة أن تتزوج. بعضنا يبحث عن الجمال في الزوجة، وبعضنا يبحث عن المال، والآخر يبحث عن الحسب والنسب، والآخر يبحث عن الخلق والدين. وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يأتي وعظه وتشديده على أن تختار الدينة، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والدين هنا معنى كبير يشمل الخلق وحسن السلوك وحسن التربية. فليس الدين مظهرا كما يبدو لشبابنا، تقول: أنا آخذ فتاة سمتها كذا وسمتها كذا، أما إذا كان سمتها كذا فهذه لا تلزمني، ربما تكون يعني لا ينطبق عليها أنها ذات دين. أقول لك: الدين ليس مظهرا خارجيا، الدين يعني به نبينا صلى الله عليه وسلم مجامع الأخلاق، مجامع الصفات الطيبة الحسنة من الأدب والحياء والتدين والصدق وحفظ السر والأمانة وحسن النشأة. فهو يحذر صلى الله عليه وسلم من خضراء الدمن. لما سئل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. من البداية ابحث عن الأم الصالحة، عن الزوجة الصالحة التي تكون عمادا للبيت وعمادا للأسرة. هذه كما قال عنها نبينا: إن غبت عنها حفظتك، إن غبت عنها حفظتك، وإن كنت معها نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك. نعم، هذا هو المطلوب، وهذه هي الأم، وهذه هي الزوجة الصالحة. ولذا يعد نبينا صلى الله عليه وسلم الأم من هؤلاء الأمهات بهذه الأوصاف بأنها ستكون رفيقته في الجنة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة. امرأة أمت عن زوجها، أمت على أولادها، فلم تتزوج حتى كبروا أو حتى بانوا أو ماتوا.
أي معنى الحديث ده؟ أنا وامرأة سفعاء الخدين، امرأة يتركها زوجها بعد أن يترك معها أطفال صغار، تحرم نفسها من الزينة ومن الزواج، وتحبس نفسها على أولادها الصغار، تربيهم حتى يذهب عنها رواقها وجمالها ونضرة وجهها، والسفعاء هي التي فيها كمودة اسود وبان عليها أثر التعب، ذهب جمالها وذهب رونقها وبقيت على أولادها، لا تأبه لزينة كما يفعل أترابها من النساء، فليس هناك زوج تتزين له، إنما هي محبوسة على أولادها حتى يكبروا، يعني يبينوا عنها ويكبروا ويشقوا طريقهم أو ربما يقبضوا، فهي أدت الأمانة. هذه امرأة يقول عنها نبينا: أنا وهي كهاتين يوم القيامة، تكون رفيقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومعنا أمثلة في التاريخ، في الحقيقة التاريخ هنا مملوء بالأمثلة، وأنا أضرب لكم مثالا من التاريخ القديم. سيدنا، كلنا يعرف إمام دار الهجرة، سيدنا الإمام مالك بن أنس. ما سيدنا الإمام مالك بن أنس الذي جعلت منه إماما هي أمه، الذي جعلت منه هذا الحبر الكبير هي أمه. جاءها يوما وهو طفل صغير، قال: فهويت أن أمشي مع المغنين. طفل صغير لا يعرف شيئا، استمع إلى المغنين فأعجبه حاله، فجاء لأمه يستأذنها: أريد أن أكون معهم. قالت له: يا بني، إن المغني لا يقبل عليه الناس إلا إذا كان جميل الصورة، فإذا ذهب جمالك فماذا تصنع؟ وسيدنا الإمام مالك كان أحمر اللون، يعني شديد البياض المائل إلى الحمرة الزائدة، فقالت له: هذا لا ينفعك، ولكن اذهب واطلب العلم. ما تركته وإنما دلته على الطريق، قالت له: اعمد إلى ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، أحد فقهاء المدينة الكبار في وقته، واذهب إليه وتعلم من سمته وأدبه قبل أن تتعلم من علمه. قال: فعمدت إليه وجلست بين يديه، فما مر علي 10 سنوات حتى جلست مجلسه. أرأيتم من الذي نصح الابن وترفق به؟ من التي نفست في روعه حب العلم وحب الطريق الذي ينفعه في دنياه وينفعه في آخرته؟ إنها أمه، الأم العاقلة، الأم التقية، الأم المربية، الأم الواعية. هذا مثال قديم. أما مثال في العصر الحاضر، في الحقيقة كثرت الأمثلة حتى صار في كل بيت من بيوتنا المرأة الصالحة التي ترعى أولادها ويخرجون على يديها يملؤون سمع الدنيا وبصرها. كلنا بنشوف الاحتفال السنوي الذي تقيمه الدولة بالاحتفاء بالأمهات المثاليات. والله أنا في كل سنة أجلس فرحاً مسروراً متعجباً من تضحية هذه النماذج لهؤلاء الأمهات. أم قد يتركها زوجها، يعني تتأيم عنه، ترمل، أو ربما تطلق لظروف وتبقى على أولادها مع ضيق الحال،
وقلة ذات اليد، ومع ذلك يخرجون في أعلى الأماكن وفي أفضلها وأحسنها، ما بين طبيب ومهندس وضابط وصحفي، في شتى المجالات تجد لهذه الأم أولاداً يملؤون سمع الدنيا وبصرها. من الذي كان وراءهم؟ إنها الأم. الأم أيها الأحبة، من أراد جيلاً صالحاً فليعمد إلى الأم، يحسن إلى الأم، يربي الأم. من هنا كان من عادات الجاهلية التي بغضها الدين إلينا وحرمها الإسلام التفرقة بين الأولاد على أساس الجنس، على أساس الذكورة والأنوثة، فنقرب البنين ونقسي البنات، نتحبب إلى الأولاد ونتبغض إلى البنات. هذا سلوك جاهلي لا يفعله مؤمن أو مسلم أو رجل سوي. نعم، وقد سمعنا قبل قليل ما حدث من أعرابي جاء إلى النبي الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. سيدنا النبي يقول له إيه: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، في رواية أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. لابد أن نعتني ببناتنا كما نعتني بأبنائنا. البنت اليوم دورها مهم ومقعدها مهم والإحسان إليها مهم، بل إن البنت والأخت هي بابك إلى الجنة. في الحديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات أو 3 أخوات فأحسن إليهن ورباهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. قالوا: يا رسول الله، واثنتان؟ قال: واثنتان، بنتين أو أختين، الإحسان إليهن والنفقة عليهن حتى يكبرن ويتزوجن يكن وقاء لك وسترا لك من النار. هذه البنت إعدادها إعداد أمة، الإحسان إليها إحسان إلى الأجيال المتعاقبة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون ويستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علم ما لم نعلم، اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء الرخاء وسائر بلاد العالمين، وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزى الله عنا خير الجزاء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد حسين، عميد كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة في جامعة الأزهر سابقا، جزاه الله عنا خير الجزاء حيث طوف بنا حول دور المرأة في تكوين النشء الصالح ودورها في صلاح البيوت، كما نتقدم في نهاية هذا اللقاء بالشكر والتقدير إلى سعادة الأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى عبد الصمد، وكيل كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الاستقامة، كما أسأله أن يحفظ بيوتنا وبيوت المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ شبابنا وشباب المسلمين من كل مكروه وسوء. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.